لأن احنا نشاهد اغلب الدول اللي مجاورة ان تشوف عدد الموظفين قياسا بعدد النسمات الموجودة قليل، يعني ايران اكثر من 80 مليون، عدد الموظفين ما يتجاوز 1.5 مليون. الصين اللي تمتلك 1.6 مليار ما يتجاوز من 6-7 مليون موظف. فهنا اشارة الى انه شنو، انه الاشارة الى انه هاي الدول تعتمد على القطاع الخاص في دعم واسناد الدولة. الدولة توفر البنى التحتية، توفر البيئة الآمنة، توفر القوانين والسياسات اللي تنظم عمل القطاع الخاص، وبالتالي ياخذ القطاع الخاص دوره في تشغيل الأيدي العاملة، في دعم الاقتصاد الوطني حتى تصير عملية مكتملة، ما تصير التركيز فقط على القطاع الحكومي وترك القطاع الخاص.